طبعا انتهت بالفعل ازمه الكابتن حسام حسن الحمد لله باذن الله، ومكمل مع النادي المصري، وانتهت يعني الازمه بخلافاتها بقصصها بمواضيعها. يعني انا برضو الحقيقه بوجه نداء لكل الناس، يا جماعه خلاص كفايه كفايه حديث. ممكن يكون في ظلم من هنا، ممكن تكون في قصه سنه زياده من هنا، ممكن تكون في سنه زياده من هنا، ممكن يكون الفعل كان غلط زي ما قال الكابتن حسام حسن معايا، ورد الفعل كمان غلط. يعني يظل حسام ابراهيم قيمه وقامه كبيره، النادي المصري سمير حلبيه كان ليه الحقيقه موقف مشرف جدا، احنا كرياضيين قدمنا اعتذارنا عن سوء التفاهم، قدمنا اعتذارنا لوزاره الداخليه، للراجل اللي كان عنده المشكله او الازمه. اعتقد انتهت الازمه بالفعل وخلاص، مش عايزين نقعد بقى نزود فيها. برضو ليها كان كابتن حسام قال لي ان كان برضو في عدد من الجمهور كان اتاخد، كان متظاهر، وكان عنده قصه مع القانون، وكان العدد ده كان فيه كابتن ابراهيم المصري. كابتن ابراهيم المصري طبعا نجم من نجوم بورسعيد، وكان اتاخد، في ناس طلعت، ولكن في حكم طلع على كابتن ابراهيم المصري، واعتقد حصل مشكله او اترحل. برضو كان يعني كان اسم الاستاذ محمد ياسين نائب رئيس لجنه الفروع في اتحاد الكوره، كان برضو اعتقد في خلافات قديمه وقضيه، فقالوا ان محمد ياسين برضو كان ليه دور او في مشكله الكابتن ابراهيم مصري. انا مش عارف الحقيقه تفاصيلها، نروح للاستاذ محمد ياسين ونعرف منه الموضوع بالتفصيل. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، مساء عليك ومساء على كل مشاهدينك الكرام. بحييك يا فندم، وحشني، واخبارك ايه؟ كله تمام؟ انا كمان بحييك، وتعرف انا بحترمك جدا، وانت حضرتك وحشني كتير جدا. ربنا يخليك استاذ محمد. يعني اسمك برضو في ازمه الكابتن ابراهيم مصري، وقال له ان انت كان في خلاف، كان في قضيه، انت ورا الموضوع، ما اعرفش انت بقى ليك علاقه بالموضوع، وضح لنا الدنيا. يعني اسمح لي 3 دقائق بالظبط ولا كتير؟ اتفضل، تحت امرك. ربنا يخليك. طبعا انا يعني طبعا انا اول عايز اعرف حاجه للناس، كل المشاهدين واهلي في بورسعيد ومحب الكابتن ابراهيم المصري اللي انا ربطني بيه علاقه طيبه جدا من سنه 99. ما كانش في اي ازمه بيني وبين الكابتن ابراهيم. الكابتن كان نجم كبير، لعب في النادي المصري وكابتن ومنتخب مصر، وانا كنت وقتها مراسل كده في الاهرام. طب كنت بتشرف طبعا انا مراسل في الاهرام، وكنت عضو مجلس اداره منطقه بورسعيد. الحقيقه ان انا كنت بدات الحادثه، انا مروح حوالي الساعه 3 بالليل لبيتي، وبعدين بنزل من العربيه، فوجئت بناس بتقول لي انت محمد ياسين. انا طبعا خضه يعني، ربنا يزورها لحد، سيوف وطق في راسي 20 غرزه، وفي خدي 15 غرزه، وفي دراع اليمين قول يعني 20 30 غرزه، وفي رجلي 35 غرزه. المهم كنت طبعا في حاله صعبه جدا، اتنقلت للمستشفى، كنت في حاله صعبه جدا من الحياه والموت. فوجئت طبعا ان انا من خارج من العمليات 6 ساعات، قطع في الاوتار والاعصاب في ايدي، كل الكلام دوت انا ما اعرفش اي حاجه خالص. فوجئت بالمباحث كلها عندي في الغرفه. بعد شويه ايه اللي حصل؟ قلت له والله ده في ناس ما اعرفهمش طلعوا عليا، 2 ضربوني ما اعرفهمش. تحريات المباحث، الحكايه، الروايه، الدنيا خدت شكل كبير جدا. فوجئت بعد 3 4 ايام المباحث جايه لي المستشفى بتقول لي لو سمحت احنا عارفين حالتك صعبه جدا، بس هناخدك 3 دقائق المديريه لحاجه محرجه. قلت له ماشي. هم شايليني طبعا وانا في حاله صعبه جدا. رحت مديريه الامن امام مدير الامن ومدير المباحث، فجيت قال لي في ناس هتخش عليك، شوف هم ولا مش هم الاشكال دي. قلت يا رب استر يا رب ما يكونش الدنيا يعني. هم لسه برفع راسي كده بقول له سامحنا احنا اللي ضربناك. طيب روحوا ربنا يصلح حالكم وسلام عليكم. تحريات المباحث، اعترافات في الاسم، اعترافات ان احنا جبنا الكابتن ابراهيم المصري وشخص اخر موجود معاه، بيدونا فلوس ويحرضونا اللي احنا نضرب الصحفي محمد ياسين لان في خلافات معاه والحكايه والروايه. وبعدين احنا رفضنا، وبعدين رحنا للجزار جبنا حتتين سنجتين كده، وبعدين هم سافروا. كان ساعتها الشخص الثاني رئيس بعثه للنادي المصري، كان امين صندوق النادي. وبعدين الكابتن ابراهيم المصري ادونا ضرورات واحنا عند الملعب، وهم رايحين السودان في ماتش في افريقيا، وكلمونا من السودان، وكل دي كلام في المحضر. ما اعرفش حاجه، ما اعرفش حاجه. شويه وبعدين اتلقيت راحوا النيابه قبضوا عليهم، قالوا ان الحكايه فلان وكذا. المباحث عملت ضبط واحضار للكابتن ابراهيم والشخص الثاني، وتم حبسهم 4 ايام. وانا قبل 4 ايام يا كابتن سيف خدت بعضي ورحت ضغوط كتيره جدا من بورسعيد وحبايبي، وطبعا ناس محترمه جدا زي المهندس يعني اخويا الكبير ضغط، قال لي لازم تروح تتنازل. وخدت بعضي رحت النيابه، القاضي الوكيل رئيس النيابه قال لي روح، هم قعدت لهم 15 يوم ورفض ان انا اكون موجود اصلا. اتحالت للجنايات، بعد سنه الطب الشرعي كتب ان انا عندي عاهه منتدمه وعجز 15% في ايدي وفي ذراعي وفي ساقي الشمال، في عجز في قط او الكلام ده. المهم اتحرك للجنايات، بعد سنه اتحكم عليهم ب3 سنين حكم، هم موجودين في المحكمه حضوري، وباعترافات المتهمين امام القاضي قال لهم مين اللي ضرب.
بعد تحريات المباحث والنيابه واعترافاتهم في النيابه والمباحث قدام القاضي. قال له الكابتن، هم في المحكمه في القفص يعني الاربعه، قال له الكابتن والحد. فوجئت انا بعد اترحلوا لسجن ابو زعبل، قعدوا شهر او اثنين، اتعمل استشكال طلبوني طبعا برضو يعني حد انا عزيز عليا جدا وهو معروف للناس كلها في مصر. كان ثاني قال لي روح اتنازل عشان اهاليهم، تروح حاضر. ورحت اتنازلت بالشهر العقاري، موثق في الشهر العقاري امام دايره الجنايات اللي حكمت عليهم، وخرجوا القرار كان كالتالي. سمعنا كابتن؟ سمعك يا سيدي. وقف تنفيذ الحكم اللي نفس الدايره مطلعاه، يعني هو المحامين بتوعهم بيقولوا لهم عايزين اي حاجه بس نخرجوا للدايره كلها. قال لك طب انتوا عايزين ايه؟ عايزين نخرج، حاضر. وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في محكمه النقض. خرجوا ما تابعوش القضيه هم، ولا مشوا وراها، ولا راحوا محكمه النقض، ولا سالهم. بعد 9 سنين المحكمه ايدت الحكم، وهي محكمه النقض. وبناء عليه بعد كم سنه جولي برضو الشرف الطرف الثاني، وهو صديق عزيز عليا، وقال لي معلش ممكن تعمل التماس. عملت له التماس عند النائب العام في 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 مصر، ورحت محكمه النقض، وقفت امام محكمه النقض بالظبط كده. قالوا لي كالتالي يا كابتن سيف، مين اللي جابك هنا؟ قلت لهم انا جيت. قالوا لي لا سمحت، انت مالكش انك تيجي هنا خالص، وتفضل، ده حكم الدوله، حق الدوله. انت تنازلت عن حقك المدني اللي محكمه الجنايات حكمه لك، وهو حكم مدني لصالحي 2001 على سبيل التعويض. طب معلش خدني واحده واحده بس، عشان الناس. حتى هذه اللحظه فوجئت من اسبوع ان خبر القاء القبض على الكابتن ابراهيم المصري. طبعا ده حزنني كتير جدا، لان ابراهيم النهارده غير من 15 سنه بقى عنده اسره محترمه، عنده اولاد كبرت. تمام. انت دلوقتي هو الكابتن ابراهيم كانت المشكله في موقف الكابتن حسام حسن لما كان عامل الوقفه، صح؟ والله الحقيقه دي انا ما اقدرش احددها، اللي يقدر يحددها البحث الجنائي، انا ما اعرفش خالص، ولا او مديريه الامن او رجال الشرطه، انا ما اعرفش خالص. انا اللي انا عرفته ان الكابتن القي القبض عليه، ومش عارف ايه الموضوع بالظبط. وبناء عليه بقولها من خلال حضرتك، انا لو في اي حاجه قدام الناس كلها في مصر او سامعاني، لو في اي حاجه في ايدي انا لازم اتاخر عشان خاطر اسره الكابتن ابراهيم واسره الاستاذ محمد. اولادهم كبرت وما عادش ينفع، وانا مش هستفاد اي حاجه بالكلام ده كله، لكن انا الناس تبقى فاهمه، عشان في ناس بتزايد في بورسعيد كتير ومعروفين وبيزايدوا، هم عارفين الحقيقه، وبرضه فيهم ناس للاسف بيقال ان هم علمين، وهم مش علمين اصلا، بيشتغلوا في جهات ثانيه. فبقول لهم من هنا بلاش مزايده، انا راجل بتعاملت قدام القاضي، قلت له ربنا بيعفي والعفو عند المقدره، رغم الاصابه لحد دلوقتي في رجلي، انا عندي قطع في العصب والاوتار وفي ايدي وفي رجلي، ومع ذلك ما فيش اي مشكله. وابنائي بناتي الاثنين اللي كان عندهم سنه وثلاث سنين، جهينه ولجينه، شافوني، وكان زمانهم دلوقتي متيتمين يعني زي ما قالوا لي. طب انت تنازلك، انت ناسين لو اتنازلت للكابتن ابراهيم المصري يطلع، ولا الموضوع مش تنازل؟ والله انا بقول، انا قلت لحضرتك امام العالم كله اهو، والناس كلها بتشوف، لو في اي حاجه من خلال القانونيين واساتذه القانون انا لن اتاخر. ولكن انا عايز اعرف الناس اللي بتقول النقض النقض، انا عملت نقض النقض من غير ما هو يعرف. اللي يعرف الكلام ده الاستاذ محمد خليل. تمام. انا رحت محكمه النقض، والكابتن ابراهيم ما كانش يعرف الكلام ده. ورحت وقفت قدام 7 قضاة وقلت لهم، قالوا لي ايه اللي جايبك هنا؟ اتفضل، ده مش حقك، اتفضل. لدرجه ان انا حسيت ان انا متهم ساعتها، وانا واقف قدام 7 قضاة. فانا لو في اي حاجه، عشان كل اهل بورسعيد ومحدش يزايد، انا ما فيش اي حاجه، لو في حاجه في ايدي انا تحت امر الناس كلها. بشكرك استاذ محمد ياسين، بشكرك شكرا جزيلا.